طيب خلينا نعمل مع بعض الشوربة بتاعت النهاردة، وهي شوربة فريك. شوربة فريك بتاعتنا علشان نعملها عايزين كوباية فريك، وعايزين بصلة، 2 طماطم، 1 صدر دجاج مسلوق ممكن نستغنى عنه، 1 مكعب مرق، 1 طماطم مكعبات صغيرة، 1 معلقة صغيرة حبهان مطحون، 1 معلقة صغيرة بهارات، رشة جوز الطيب، ملح وفلفل. طيب اول حاجه طبعا عايزين نعملها، برضو برجع بقول لكم، بتقدروا تستعملوا زيت، بتقدروا تستعملوا زبده زي ما انتوا بتحبوا، بتقدروا تحطوا في او سمنه كمان زي ما تحبوا، بتقدروا تستعملوا في الشوربه. هنحط دلوقتي الزيت، وهنحط البصله، طبعا الفريك يعني معروف قد ايه كمان فوائده حلوه، وليه نكهه كده جميله، يعني ليه نكهه حلوه. هناخد بقى دلوقتي، عندنا الفراخ هنا مسلوقه، عندكم شوربه السلق بتاعت الفراخ كويس، ما عندكوش بنجيب مكعب مرق، مكعب خضار، مكعب فراخ، زي ما انتوا عايزين. عايزين تعملوها برضو بميه وتعتمدوا على البهارات برضو ممكن. طيب هاخد دلوقتي الفراخ اللي عندنا دي وهبتدي اقطعها، عايزاها تتقطع كده يعني افصفصها كده صغنن، ممكن بالسكينه ممكن بايديكوا زي ما انتوا عايزين، مش مشكله. احنا بس كل ده على ما ايه البصل اللي عندنا شويه تصفر. هاخد بقى الفراخ، وزي ما قلنا قطعوها بالطريقة اللي تعجبكم، ممكن نقطعها على الكاتنج بورد أحسن. نقطعها كده مكعبات صغيرة، بيبقى شكلها مكعبات وسط يعني، بيبقى شكلها أرتب. حطينا البصل وحطينا شويه كده الفراخ، هنحط فريك بقى زي ما احنا عايزين. الفريك ده مغسول، يفضل انكم تنقعوه شويه بميه سخنه، هياخد وقت اقل كتير في السوى. تمام، هنحط كده الفريك حسب ما احنا عايزين الكميه بتاعتنا. طيب انا حطيت دلوقتي التشيز كيك، حطيت مكعب المرق، هنحط شويه بقى دلوقتي من الحبهان المطحون والبهارات ورشه جوز الطيب. طيب شوفوا بقى يا جماعه، دلوقتي احنا هنا كده حطينا تقريبا كل المكونات اهي، بس ناقص القوطه والطماطم المقطعه صغير. خلينا بقى دلوقتي نقول حطينا ايه كده بسرعه، كده الشوربه بتاعتنا جهزت. حطينا ايه؟ حطيت هنا شويه زيت، وحطيت بصله، وحطيت مكعب مرق، وحطيت الفريك، وحطيت ملح وفلفل ورشه بهارات ورشه جوز الطيب وحبهان مطحون، وحطينا القوطه المقطعه صغير عندنا، وطبعا هنظبط كل ده بشويه ملح وشويه فلفل، هنحط عليهم ميه وهنسيبهم بقى على النار لغاية ما الفريك يعني شبه مش يستوي، انا عايزاه كمان يعني يدخل في مرحلة انه ابتدى يدوب، يعني يستوي بزيادة. طيب احنا كده خلصنا من الشوربة بتاعتنا.